هذه أنا بكامل قوتي وقلبي ينبض حياة أنثى وإنسانة مسؤولة. هذه أنا بكامل قوتي وقلبي ينبض حياة أنثى وإنسانة مسؤولة. هذه أنا بكامل قوتي وقلبي ينبض حياة أنثى وإنسانة مسؤولة. مشاعري صاخبة وعقلي عنده شيء يقوله. هذه أنا بكامل قوتي وقلبي ينبض حياة أنثى وإنسانة مسؤولة. مشاعري صاخبة وعقلي عنده شيء. ذكية and clever لعقلي صافي. صوت أفكاري يكفيني كافي. بسيطة وحلوة ومن صفاتي حبي للجمال شعار أفكاري. صوتي نادي ما في شي محال. صارت لعبتي الجديدة أهدافي. صوت أفكاري يكفيني كافي. صوت أفكاري. شعوري لما أحب butterflies إحساس لذيذ full of excitement طايرة من الوناسة. أحس بسعادة مطلقة. إحنا لما نحب نعطي وهذه سعادتنا. Out of this world كني ياهل صغيرة. I feel safe and happy around them. طايرة بين النجوم بعطي كل اللي عندي بعطيه حواليني. The sensation that just numbs my whole body ما ينوصف. لما أحب أحس بالراحة. إذا تعلقت أنا راح أسيطر وأنا ما أبي أسيطر لأن كل إنسان حر وكل إنسان شخصيته وكل إنسان must live their life. الحب أكبر من أنه يكون تعلق، وإذا كان تعلق يعني هو حاجة، والمفروض الحب ما يكون لحاجة حق شخص برا أو شيء برا، لازم الحب يكون وايد داخل. إذا تعلقت بشيء خارجي فأنت سعادتك مشروطة بشيء خارجي، والحب هو سعادة وما يصير ينشرط بشيء برا. طريقة تعبيري عن الحب غير. في ناس ممكن طريقة تعبيرهم عن الحب إن أهما يشدون إلى درجة إن الشخص ما يقدر يتنفس. أهما كبروا على هذا ويعتقدون بأن هذا صحيح. لكن أنا مثلاً من الناس اللي كبرت إن أنا إذا أحب الشخص أخليه حر طليق، بالعكس يتنفس لأن أنا معاه في حياته أحتاج يكون مرتاح. وأنا ما توصلت إلى هذه المرحلة إلا لما حسيت بألم الفقد اللي هي عقب التعلق. لما أنا حسيت إن التعلق في النهاية ضرني وألمني، هني تعلمت إن ما هي الحب الحقيقي إلا هو تي مع ال- 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 الحرية والعزة بالنفس. أنا أشوف إن الشخص اللي تحبينه لازم تعلقين فيه. يعني مثلاً أنا أحب أهلي أكيد رح أكون متعلقة فيهم، أحب رفيجتي أكيد رح أكون متعلقة فيها، يعني أشوفهم نفس الشيء. أنا أشوف إن الكل يحب، الكل يتعلق، لكن التعلق ممكن إنه ما يكون حالة حب 100%. قد يكون حاجة، قد يكون إن أنا هذا الإنسان أنا في شعور معين قاعد أحسه معه، في شعور معين أو في شيء أبي هو يحسسني فيه. ممكن أنا أكتشف إذا هذا التعلق كان حب حقيقي مو بس حالة وقتية آنية، إن أنا أبتعد فترة عن الشخص. إذا أنا ظليت مدة قاعدة أتألم عليه، قاعدة أشتاق له، قاعدة أحس بحاجة إلى وجوده، مو الحاجة إلى بعض الشعور، قد يكون حب حقيقي. لما أحس أني أنا متعلقة بسين من الناس أيا كان، أنه تسأل عني، أنه يسأل عني، أنه تتصل علي، أنه مباشرة أشعر بقمته، لأن أحس أنه هو ماخذ حريتي. الحرية غالية، أنا ما أقدر أني أنا أسلم حريتي لأي أحد. والتشالنج التحدي الأصعب أني أنا أعطي الناس في حياتي حريتهم، حتى عيالنا نعطيهم حريتهم مستقبلا. الحين انا ادري انه هو مثل كتاكيت صوبي وحولي، ويعني انا تقريبا محور الكون بالنسبه لهم، بس انا ادري ان هذا الوضع ما راح يدوم. بيكبرون، بيسافرون، بيتزوجون، بيطيرون.
تعرضت حق أكثر من حالة فقد. أذكر بيوم وفاة جدتي الله يرحمها كانت أمي تبكي فقالت لي كله مني، حبيتها أكثر من الله فخذاها عشان يقول لي إنه ما أتعلق بأحد مرة ثانية، لازم أتعلق فيه هو وبس، لأنه هو الباقي وإنه كل شيء راح. اليوم اللي توفى في يدي الله يرحمها كنت متعلقة فيه وايد و to the point اللي كنت in denial إنه قالوا لي هو توفى، بس أنا ما صدقت إنه توفى يعني، وقعدت بالعزة وما أنا حسيت إنه راح أركب وراح أشوفه، وظليت شهور باعتقاد انه موجود. بعدين فجأة في يوم اكتشفت انه او مو اكتشفت انه تهتس مي انه يدي توفى، فبكيت بعد شهور كأنه توم قايل لي الخبر. تعلقي فيه كان كبير to the point اللي ادخل داره باعتقاد انه هو ما زال موجود، كنت احبه وايد وراح فجأة وما كنت زاهبة حق هالشيء، يعني سوى فراغ في حياتي. كان he is very supportive، وايد قريب مني. أنا أسرار الأنصاري، كاتبة وصحفية، وقصتي كالتالي. أحب الكتابة من صغري، كنت دايماً أكتب وأكتب وأكتب، لكن ما كنت أوري أحد اللي أكتبه، ما كانت عندي ثقة وكنت أخاف. كبرت وحب الكتابة كبر فيني ومعاي، وباللحظة اللي عزمت تجرأت أني أخلي كتاباتي تشوف النور ونشرت أول مقالة، تغيرت حياتي. صرت أنا أكثر، واكتشفت بأن أفضل شيء ممكن يسويه الإنسان إنه يحب ويسوي الشيء اللي يحبه وين ما كان. شنو تعرفون عن الحب وشلون تعلمتوا يعني؟ في وقتنا كان بيت العائلة وايد مهم وأساسي، يعني كان الوالد ساكن في بيت جدي، فكان الحب يجينا من كل مكان وكل شخص يعطينا حب مختلف. واللي تعلمته من هالشيء إن كل واحد أو طريقة تعبير الحب تختلف، يعني لما مثلا يدتي تقول لي قصة هو تعبير لها عن حبها لي، لما يدي يعطيني مثلا هدية أو شغلة بسيطة هي تعبير، لما عمتي تلمني، لما أبوي، وكل شخص يعطيني حب مختلف. أتوقع كلكم مريتوا بالمرحلة اللي نصف الألعاب وسوالف، وإذا طاحت لعبة تمسحين عليها وتقول لها ما عليه، لأن عندي إيمان إن اللعبة تحس وأحبها، في بيني وبينها شيء. يعني يمكن من أول مرة رضعت من أمي حسيت شن يعني حب، لما أول مرة بادلتها الابتسامة، يمكن لما لفت وجهها عني مرة وبكيت لأن عبالي هذا الفراق أبدي خلاص ما راح تجي مرة ثانية. وجوه الحب لا نهائية، وكل يوم قاعد نتعرف، وأظن إلى آخر لحظة بحياتنا راح يكون عندنا تعريف وتجربة مختلفة يعني للحب. أبوي كان دبلوماسي، وطبيعة عمله تحتم عليه أنه يكون في حالة دائمة من السفر، ووقتها ما كان في موبايلات، كان في دائما غيمة رومانسية فوقنا، حالة من الاشتياق الدائم. كنت أشوف أمي من طفولتنا لما تقعد يم التليفون في ساعة معينة لأن الحين رح يتصل، كنت أشوف مجموعة من البوست كاردز من كل أماكن من كل بلدان العالم، أبوي يكتب لها فيها شنو صار معاه اليوم وشنو يتمنى. حتى يوم ولادتي كان هو كاتب رزقت اليوم بابنة اسمها دانا، لأنه ما كان موجود. وبطبيعة الحال أنا تشربت هذا الأمر وصرت دائما في حالة حب، يعني صرت أحب الحب نفسه. أنا ما تعلمت أحب، أنا انولدت وأنا أحب، انولدت وأنا أحب أتعلم، أحب أكتشف. الشعور هذا اللي وإحنا صغار نعفس كل شيء، نبي نعرف كل شيء، واللي أعتقده إن أنا اللي تعلمت أني ما أحب، أو أني أنا أتحكم بدرجة الحب عندي، أن أنا لا لازم أوقف عند هذا الحد، لازم أعطي أكثر. فيمكن اللي تعلمت التحكم مو أن أنا أحب، لأن أعتقد أن أنا الولد أحب كل شيء. أدري أن في حب وعارفة مبدأ أن الحب شنو، بس ما عرفت صدق إلا لما كنت بالثلاثينات، يعني تعلمت من أمي وأبوي لما أهما تقبلوني على اختلافي أو على اعتقادات يمكن ما كانوا يوافقوني فيها، ونفس الشيء أنا تقبلت إخواني اللي أصغر مني على اختلافهم وعلى معتقدات يختلفون فيها عني. التشالنج التحدي الأكبر في حياتي أني أنا أفهم أصلاً شنو معنى الحب. يعني ممكن ترى إحنا، وهذا الشيء أنا لقيته بحياتي،
أني أكون مرتبطة مع هنقول صديقة من الصديقات سنين، بس بعدين أكتشف أنه ما كان حب، كان تعلق، كان حبها لي. كنت مثلا خلاص اعتياد أو ارتياح أن تعودنا نكون مع بعض، مثلا ممكن يكون حاجة محتاجة أن عندي مثلا صديقة أو أن عندي مثلا زوج يسأل عني الحين أنا فهمي للحب إذا حبيتك لما أنت عليه، يعني أحب أسرار، بس أحب أسرار نقطة، مو لأن هي مثلا تسأل عني، ولا لأن هي كاتبة، ولا لأن هي حلوة، ولا لأن هي بنت العائلة الفلانية اللي تناسبنا وتوالمنا. أنا بالنسبة لي لما أوصل لمرحلة أحبها لما هي عليه، أنا أحس بالحب. أتوقع أنا تفكيري غير حيل عنكم. أنا أشوف أن أنا تعلمت الحب من أهلي، يعني من أول ما انولدت، وشون أحب أمي، أحب خواتي، أحب رفيجاتي، أحب الناس اللي قاعد تشجعني. يعني أتوقع أن أنا تعلمت الحب منهم، من معاملتهم لي. حتى الناس اللي يحبوني أكيد شافوا مني شيء خلاهم يحبوني. فما أدري، يعني أحس أن أحب كل شيء بالحياة، يعني ما أدري شلون أقول، أن أحب كل شيء عادي، أي أحد أشوفه ممكن أنا أحبه، ما أكره أحد. لما تزوجت ريلي يعني كنت أحبه وهو يحبني، بس أحس أنه لأنه هو حبني وهو نبه فيني أن الحب يعني falling in love، هني هذه بداية يعني ما part of حب. لا هو مو مهتم فيه، كان ما حبيتي كان ما راح يكون ريلي. الحب الخاطئ يعرقل، بس يعني اللي يتعلم يقوم بسرعة إن شاء الله، يعني إن شاء الله الحب يتوه. أكيد يتوه، الحب يدلي ما يتوه، الحب الغير مشروط ما يقيد، يقيد بس المفروض ما يقيد. أحلى حرية اللي تيجي من وراء الحب بالنسبة لي. الحب يقوي وجدا، الحب يضعف. في قوي وهم يسعد، ضروري يسعد، إذا ما يسعد ما يسوى. الحب قلب الحياة، أساسي. الحب أساسي، أكيد الحب أساسي. أنا يوم أحب أحد أحس بالسعادة. إحنا تعلمنا بالمسلسلات والأغاني عن الحب. أنا شخصيتي قلبي أخضر وأحب الحب وأحب الحبيبة. الحب سلبي، الحب سيء، سوداوي. ما جربت أفرق بين الأفلام والواقع. لما يكون مقابل الحب شروط، معناته أنت ما تحب الشخص اللي قدامك. وإذا مليت عد إلى قلبي كما تشاء. يا سلام. هذه أنا بكامل قوتي وقلبي ينبض حياة، أنثى وإنسانة مسؤولة. هذه أنا بكامل قوتي وقلبي ينبض حياة، أنثى وإنسانة مسؤولة. هذه أنا بكامل قوتي وقلبي ينبض حياة، أنثى وإنسانة مسؤولة. مشاعر